الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. هذه أيام تكبير وأيام فرح وأيام مرح. افرح، فرح أولادك، فرح أهلك. هذه الأيام أدخل على أهلك السرور، على أرحامك، زر أقاربك، زر أرحامك، عيد على الناس. بعدما الأعياد من الدين، في حديث عائشة رضي الله عنها قالت: كان عمل رسول الله صلى الله عليه وسلم ديمة. أنت الحمد لله ذقت طعم الإيمان في الأيام الماضية في شهر رمضان، عايزين بقى نستمر. كان عمل رسول الله صلى الله عليه وسلم ديمة، يعني عمل دائم على طول. وكذلك أيضا في صحيح مسلم من حديث عائشة أيضا رضي الله عنها أنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا عمل عملا أثبته. أنت ده كنت بتصلي 11 ركعة بتوع التراويح، عايزين نستمر عليه حتى ولو بالقليل. لو أنت هتصلي الركعات كلها قل والله أحد حتى، كفاية أوي. كل عام أنتم بخير، كل عام أنتم إلى الله أقرب. أسأل الله عز وجل أن يجعله عيد خير وبركة على الأمة الإسلامية جميعا. كل عام أنتم بخير. الله أكبر الله